قبل ما ندخل في تفاصيل فقراتنا الأولى، عايز أطمنكم على أكرم توفيق. أكرم توفيق لاعب الأهلي الحقيقة اللي قدم موسم هايل جدا. أكرم وهو لاعب هاف ديفندر، لكن لما احتاجوا للجهاز الفني إنه يلعب باك رايت ظهر بمستوى أهله للانضمام للمنتخب. ولما راح المنتخب كلاعب كظهير أيمن أساسي أصيب في التمرين وخرج من معسكر المنتخب، عنده إصابة في الوش. جماهير الأهلي قلقت عليه كتير. الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي باشمهندس حب يطمن الجمهور وقال إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أكرم توفيق بشرخ في عظمة الوجه، العظمة بتاعة الوش فيها شرخ تعرض ليها خلال مشاركته في التمرين. قال إنه فور خروج أكرم توفيق من معسكر المنتخب اطلع الدكتور أبو عبلة على كل الفحوصات الطبية اللي أجريت ليه، وتواصل مع الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب، واوضح انه بعد الوقوف على حاله اللاعب بشكل تام وبعد مطالعه كل الفحوصات اللي خضع ليها تم استبعاد فكره التدخل الجراحي والحمد لله، وتم الاكتفاء بحاجه اسمها العلاج التحفظي فقط. قال الدكتور ابو عبلة ان اكرم هيحتاج فتره زمنيه ربما تصل لاسبوعين، بعدها يعود تدريجيا للتدريبات ان شاء الله مع ارتداء واقي او ماسك في وشه لفترة زمنية ممكن تمتد ثلاث أسابيع من العودة. وأشار الدكتور أبو عبلة إلى أنه بدأ التنسيق مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في هذا الأمر، وحيتم تصنيع الماسك الخاص بأكرم توفيق على حسب مقاس وشه بعد الحصول على المقاسات الخاصة وإرسالها في أسرع وقت. وأنا بقول لهم أيوة احذروا أكرم بعد الماسك هيبقى زوره. يعني هو كان وحش وبطل وكان سارق الكاميرا من نجوم الكرة المصرية في الفترات الأخيرة، ولكنه في بعد هذه الإصابة أعتقد أن أكرم نموذج هايل جدا للتحمل والرجولة وتحمل مسؤولية وتحمل يعني حتى أعباء الإصابات. أهو زوره. حتى شوف العلامه. يعني خلي بالكم اللي جاي. ايوه. الف سلامه عليك يا وحش. ويعني هي اصابه غريبه، لان انت فجاه اما كلمنا الدكتور ابو عبلة يعني انا تصورت ان في اندفاع من الاثنين اللعيبه، فابدا يعني اكرم كان يعني هو المتلقي بالظبط، وكان الخبطه من تحت لفوق. يعني يعني حتى الخبطه عشان كده جت هنا. ايوه. والشرخ جه تحت العين. ايوه. من تحت لفوق، مش صدام الاثنين بالراس، مش الاثنين بيلعبوا كوره. فحاجه يعني هي اصابه عجيبه شويه وتوقيتها اغرب. يعني حتى المفارقه ان رمضان صبحي يصاب بعضه في المباراه بصبع ايده ويتم وضع كبيره من الجبس، ويقرر كابتن حسام البدري استبعاد رمضان صبحي يعني من السفر غدا مع المنتخب للجابون. والنني كمان اصيب. لا المنتخب برضه الارسنال بعت للمنتخب النهارده انه النني اصيب وبالتالي مش هيجي مباراه الجابون، وكابتن حسام البدري كان قال انه بالنسبه لصلاح لسه في محاولات على امل انه يقدر يجي مباشرة من لندن إلى ليبرفيل لمباراة الحد إن شاء الله. المباراة بتاعت الحد في الجابون في منتهى الأهمية، وزادت أهميتها فوز ليبيا على الجابون في اللحظات الأخيرة. فأصبح لو أي نتيجة غير الفوز هتدخلنا في حسابات معقدة. الفوز ده يريحك شوية. ناهيك بقى عن المستوى، خلينا دلوقتي ما احناش عندنا هذا الطرف إن احنا نناقش المستوى، لانه له اسباب كتيره جدا الحقيقه. يمكن احسن خدمه نقدمها للمنتخب دلوقتي ان احنا ما نناقشش اي جوانب فنيه. صحيح.